Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والسعادة والرضا والعافية متابعينا الكرام، مشاهدي تلفزيون مملكة البحرين ومستمعينا عبر أثير الإذاعتين الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين FM 93.3. مساك الله بالخير والسعادة نيلة. الله يسعد مساك يونس، وبدورنا مسي على كل من يسمعنا ويشوفنا عبر شاشة تلفزيون البحرين. مساكم نور وسرور، وهذه الانطلاقة معكم في حلقة جديدة من دبل لايك. ولا شك كل يوم موضوع شبابي، ولكن اليوم الرابط بين الموضوع نقدر نقول الطفولة والشباب وذكريات الطفولة. أي والله الأمانة، أنا قبل كم يوم أنا فاجئوني فريق الإعداد، أدري ما فاجئوني، يعني فاجئوني إن هالأسبوع يعني. قبل كم يوم نايلة كنت أشوف في يوتيوب عهد الأصدقاء. يا سلام. إيه ما أعرف اللي طر علي وقلت خلّى أشوف عهد الأصدقاء، فيعني شدتني المضامين الموجودة. يعني لما الواحد يكبر يشوف عقب يتمعن في القصة، يتمعن في السيناريو، يتمعن في الكلمات. الكلمات المقدمة يعني المسلسلات الكرتونية المدبلجة القديمة، حتى كلمات المقدمة كلمات راقية جدا يعني. عهد الأصدقاء، ومريت شوية شفت لي نص حلقة تذكرت عقب مين؟ أي؟ انجنجو. يا سلام. وعلى فكرة المسلسلات الكرتونية اللي يميزها أنك لما تشوفها بعد سنوات وانت أكبر تبتدي تشوف المفاهيم بمنظور آخر. صح. وهذا الحلو، يعني تستوعب كلمات الأغنية، تستوعب القصة، تستوعب القيم الموجودة داخلها، رغم أن احنا لما كنا صغار كنا فعلا نستوعب ونفهم شنو القيمة المراد إيصالها من المسلسل. نعم. الكرتوني نفسه، شنو المبادئ الموجودة، ما الضرورة أو الداعي من مشهد معين. كان كل شيء موجود في المسلسلات الكرتونية لسبب، لهدف. صح. لغرض معين يوصل إلى ذهن الطفل. حي والله لما قلت لي فكرت ليش نطالع مسلسلات دائما دراما. ممكن طالع كرتون تغيير. والله تغيير يعني. أنا تخبرون الأبليكيشن اللي الكل عارف تكلمنا عنه قبل يعني، بس بدون إشارة إليه أنا حذفته من عندي الأمانة. يعني أنا أشوف لي حلقة الساعة 12 على سبيل المثال، يتابعون الكنترول يطلعون إيه اللي تخابرونه، إيه عرفتوا إيه هذا هو اللي بالحمر شوية. المهم بعد الله يهديهم يعني أشوف لي حلقة واحدة الساعة 12، أشوف الوقت 4:10 بس ما بقى شيء على ذن، وتخلص سيزن وراك بعد غيره 5، ورانا صلاة، ورانا دوام، ورانا ساعي من الصبح، حذفته. فالكرتون فكرة والله ذكري والله في الليل والله. أي. كنت خالد شوف عهد الأصدقاء، بعدين رحت على تذكرت انجنجو توم سوير. أنا إذا في شيء ممكن أرجع أشوفه فهو توم سوير. ويمكن ريمي. أنا ريمي ما شفته. ما شفت ريمي؟ يعني لا ريمي ولا سالي أنا. أوكي. ما شفتهم للأمانة. أوكي، يمكن عشان القصص في ريمي وسالي كانت يعني مرتبطة بالبنات بشكل أكبر وأكثر. مثل بعدين لما الجيل اللي بعدنا بدأ يطلع ماروكو وكونن، صار في فئتين من قسمين، البنات. صح. مع ماروكو والشباب مع كونن. فيمكن لها سبب أنت ما شفت. صح. سالي. جزورة يقول مخرجنا حمد بقيش. صح. عدنان ولينا. تذكرون مستمعين الكرام، تذكرون مقدمة عدنان ولينا؟ المقدمة اللي في البداية يعني في كان في رؤية كذي، ما كنا يعني رجعوا لها. يرجعوا لها مرة ثانية. سميد عندك زيتونة، مين زيتونة؟ باباي. زيتونة في باباي. صح. ايه. والله ما شاء الله مخرجنا. لا متابع. السنافر الأول يعني، حتى كنا
يعني حتى الشخصيات كنا نتأثر فيهم بمعنى نتأثر يعني كنا صغار نقول فلان سنفور غضبان مثلا يعني كنا يعصب ولا لا وتصير يعني شخصيات البعض منها محبوب جدا لدرجة أنه يعني والله خلص سيزن الكرتون يبدي فصل دراسي جديد شناط اليهال بالمدرسة على هالشخصية الكرتونية من كثر ما تأثروا فيها صح. ولو في شخصية شريرة داخل المسلسل الكرتوني فعلا يعني توصل الرسالة أن هذا الشرير ونبتدي يمكن نشبه بأشخاص ما نحبهم في الحياة الحقيقية صح صح فالأهداف والقيم اللي كانت موجودة في المسلسلات الكرتونية هل يا ترى صارت موجودة في حياتنا اليوم؟ هذا هو موضوعنا اليوم من برنامج دبل لايك بنتكلم عن القيم المكتسبة من المسلسلات الكرتونية بين الماضي والآن. حياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6 أكيد راح نكون معكم من الحين لغاية 9-7 عبر أثير الإذاعة الشبابية وبحرين FM وكذلك نطل عليكم عبر شاشة تلفزيون البحرين. تحيانا لكم من خلف المايك يونس العيد ونيل الروعي. تقبلوا تحيات فريق الإعداد الثلاثي الخطير هيا الأنصاري نور القاسم ياسمين مفيد المبدعين من الإخراج الثنائي حمد بوغيس وفاطمة كمبر ويا هلا ومرحبا بمخرجنا المبدع الأستاذ الكبير والقدير من الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي مساكم خير ونور وسرور مشاهدينا ومستمعينا الكرام وأكيد حلقتنا اليوم من دبل لايك مثل ما تكلمنا في البداية وتحديدا ضمن المسلسلات الكرتونية ودنا أن احنا نتكلم عن المحتوى الترفيهي للأطفال واليوم هل يا ترى يونس لما نتكلم عن محتوى ترفيهي بالنسبة للطفل هل كان ممكن يكون مشابه للماضي أم أن احنا نلحظ الاختلاف الشاسع بين المحتوى اليوم والمحتوى السابق؟ بالإضافة نيلة بضيف حق كلامة الإسقاط في القيم يعني السابقة تختلف عن في الفترة الحالية يعني ولكن اليوم الحديث عن يعني ماذا أفادت لنا اليوم إحنا الجيل الحالي هذه وشلون ممكن اليوم أن تكون هذه القيم موجودة ما بنتكلم عن برامج الأطفال مسلسلات خلنا نكون واقعين هذه يبي لها إنتاج يبي لها فلوس بالعربي نعم اتفقنا صحيح. يعني ما نبي إحنا نطرح طرح مثالي ونقول يعني لازم ترجع البرامج المسلسلات ومؤسسة البرامج النقل الخليجي المشترك بعدين نتكلم عنها إن شاء الله هذه يعني بيصير طرحنا وايد مثالي ونلعب على وتر الأطلال لا هذه طرح ما ينفع في 2020 احنا نتكلم عن القيم المطروحه قبل يعني هذه القيم ليش ما ترجع مره ثانيه بعده طرق احنا ما نقول تسوي يعني خلينا نتكلم بواقعيه اغلب المسلسلات اللي كنا نشوفها كرتونيه ترى هي مدبلجه صحيح يعني هم متفوقين علينا ولكن عندنا مسلسلات يعني انتجنا مسلسلات بنتكلم عنهم بنيهم عقب شوي ولكن القيم هذه هل نقدر نعيدها مره ثانيه بطرق اخرى ناخذ اتصال ابو عيسى ونقول لك مساك الله بالخير يسعد مساك يا ابو عيسى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مساكم الله بالخير الله يعطيكم العافيه والسرور يا هلا ومرحبا حبيت اشارك وياكم من اول مره صراحه عجبني موضوعكم تفضل يا ابو عيسى والله رجعتن تقريبا 20 سنه قبل ايه الاول ابو عيسى كلنا كنا نتسمر كذي عقب نشرة النشرة الإخبارية اللي تينا العصر انت رأي المسلسلات ابو عيسى حددها بالسنوات 20 الأفلام الهندية اي عندك عندك بوب باي و اي ابو عيسى سلمك الله شنو المسلسل اللي مر عليك وما زال في الذاكرة يعني من زود ما تعلمنا منه وحفاظنا منه ما زال في الذاكرة عقب 20 مسلسل سنة قديم اي مسلسل كرتوني قديم على سبيل المثال مسلسل كرتوني قديم الله يسلمك اقول لك توم وجيري أيه. عليهم قبل و عدنان ولينا ايه عاد ابو عيسى دير بالك من هالسؤال احنا تونا نقول هالسؤال عباره عن فخ يعني كل ما رجعت سنين ورا اكثر بين كذي عندنا العمر كم يعني انت الحين قبل شوي قلت 20 سنه ورا ايه عادي يعني 2000 20 سنه 2000 قريب ابو عيسى اوكي ايه هون زين ابو عيسى توم جيري وبعد والله في شغلات وايد أي. بس بخصوص عن الجيل الحالي يعني نعم
مو أشوف شيء، بس أحلى شيء كنت أتابع بعد الله يعطي طولة العمر بابا ياسين بنيلة إن شاء الله عقب شوي. نعم، وفتح يا سمسم ولقمان. يا سلام، الله الله جميل. احنا نشكر لك اتصالك يا ابو عيسى، يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك، شكرا لك، حبيت اشارككم وصراحة منورين الشاشة. شكرا لك يا ابو عيسى، حياك الله. احنا مستمرين معاكم متابعين الكرام، ونقدم معلومتين على السريع. مسلسل السندباد هو اول مسلسل اطفال مدبلج عربيا، وايضا عندنا اطول مسلسل انمي في العالم هو مسلسل ماروكو. البرامج المشتركه بين دول مجلس التعاون وانتاجيه البرامج في ذاك الوقت، يمكن ابو عيسى طرح بعض الاسماء منها كانت ذات قيمه عاليه. خلونا نطلع معاكم دايركت مسج، ومن بعدها نرجع نكمل في موضوع اليوم من دبل لايك. دايركت مسج. حقق النجاح في عمل إلا إذا أحببته، معكم فاتن الحداد، محامية وموثقة، محكم محاضر في فقرة دايركت مسج. قوانين وخلينا نقول إجراءات المحاكم من قبل 10 سنوات إلى هالسنة تغيرت طبعا، ومو بس من قبل 10 سنوات، هالسنة بالذات كل شيء تغير، كل شيء قلب. صرنا ما يحتاج نروح محاكم، صرنا قاعدين في المكتب وأونلاين، كل شيء نقدمه أونلاين، صارت عندنا محاكم إلكترونية. طبعاً المحامي دائماً يشارك في الأمور اللي تكون بناءة للمجتمع، دائماً نشارك إحنا كمحامين في ورش عمل قد تكون مجانية وقد تكون مدفوعة. في عدد كبير من المحامين في البحرين يسوون برامج أو فيديوهات قصيرة توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي. تابعوا المحامين علشان تشوفون الأبديتس مال القوانين وتعرفون عليها. من الأشياء اللي قد ما يعرفها الجميع عني أني عندي بلاك بيلت في التايكواندو، كنت مدربة تايكواندو، وأيضا أتكلم 3 لغات، وقاعدة أحاول أني أدرس لغة رابعة، وحاولت أعزف فاشلة جدا في العزف، حاولت كم مرة أني أعزف على كم آلة وما في فايدة. من ناحية الطبخ لاحظت أنه نفس الطبخ مال الرجال أحلى من طبخ النسوان دائما. ما تشوفون أكثر الطباخين العالميين رجال للأسف. من العادات اللي أشوفها جداً سيئة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اعتبار الأخبار اللي توصلك في الواتساب كأنها سبق صحفي، تروح تنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أياً كانت، في إنستغرام، في تويتر وغيرها. فدائماً احذر لما أنت تأخذ المعلومات، تأخذها من المعلومات الصحيحة، تتأكد من المصدر مالها. الحين صار سهل على المتقاضين إنه يباشرون إجراءاتهم أونلاين، ما يحتاج ينزلون محاكم. بعضهم يفكرون إنه لما هم يباشرون إجراءاتهم أونلاين وبروحهم بيقدمونها إنه راح يعني تغنيهم عن وجود المحامين. مهم جداً إنه تعرفون بعض الأمور قد تكون ممكن بسيطة، يطوف عليك موعد معين، تضيف كلمة، تنسى طلب، هاي المواضيع قد تغير لك كل الحقوق اللي كانت حقك ممكن إن هي تضيع أو تتغير أو غيرها. وختاماً سيتي كايس سيتا فيسز ليفانتاتي أوتشو، دائماً حاول، لأن بكثر المحاولة اللي أنت تسويها ممكن إن ما تدري متى المرة اللي أنت توصل فيها. كنت معاكم فاتن الحداد، محامية وموثقة في فقرة دايركت مسج. إذا متواصلين ومستمرين معاكم، ونذكر أن احنا اليوم بحديثنا عن المسلسلات الكرتونية نعود أيام وسنوات إلى الوراء، نتكلم عن القيم المكتسبة قديما من المسلسلات الكرتونية اللي كان فيها كم كبير من المبادئ والرسائل الإيجابية لإذهان الأطفال، وفرق هذه المسلسلات عن ما هو موجود اليوم في الساحة من مسلسلات كرتونية. أي نعم، نرجع معاكم إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي البيت الإعلامي الخليجي ومقرها في دولة الكويت. تأسست بموجب مرسوم بقانون 71 لعام 1976 باتفاق ما بين وزارات الإعلام الخليجية. كان شعارها ننطلق من الأصالة برؤية فنية معاصرة، كان لها إنتاج تلفزيوني وكذلك إذاعي بأثر، كان له خلنا نقول بصمات جميلة جدا. أبرز الأعمال الخالدة نقدر نبتدي في افتح يا سمسم، كانت من أجمل الأعمال الإعلامية اللي نقدر نقول عنها إنتاج خليجي، وفعلا هي سمة مشتركة اليوم بين ذكريات الشباب من الأطفال بين دول مجلس التعاون أجمع. بالضبط، ونمسي بالخير على أستاذنا وأبونا وقدوتنا في المجال الإعلامي بكلمته وبحضوره وبسلمه وعاداته وتقاليده، أستاذنا المربي الفاضل الأستاذ الكبير محمد ياسين. احنا كنا وما زلنا وسنظل نتعلم منك،
لربما أنا تابعت العديد من اللقاءات سواء الإذاعية والتلفزيونية اللي كان يتكلم فيها أستاذ المربي الفاضل محمد ياسين عن أهمية عودة الإنتاج نعم. وكان يتكرر هذه النقطة في أكثر من لقاء، سواء سمعت لقاءات إذاعية مع فايز سادة وأيضا سمعت لقاءات تلفزيونية نعم. فنتمنى أن تكون هناك أيضا لفتة إلى هذه البرامج والعودة لها. يمكن نايلة نتكلم بواقعية في 2020 أو 2021 العودة لها صعب، لأن هي تأسست من السبعينات نعم، أو خلنا نتكلم من 76 تأسست مؤسسة الإنتاج البرامجي. خلنا نركز بس متابعين الكرام عشان ألفت الأثر حق الأعمال الخالدة هذه من السبعينات إلى جيل الألفين نعم. يعني استمر 30 سنة الأثر، فهو كان عملية بناء ابتدوا في افتح يا سمسم، بعدين زعتور نعم، وبعد شنو عندنا افتح يا وطني أبوابك، اي دمتم نعم. سالمين نعم. مدينة المعلومات. وعلى فكرة يمكن يكون صعب من جانب وسهل من جانب آخر. احنا اليوم لما نتكلم عن المبدعين في الأنمي نتكلم عن الإخراج والإنتاج، نتكلم عن الأجهزة، فالعملية أسهل بكثير صح. ولكن نقدر نقول اللي هو صعب صناعة المحتوى الجيد بالضبط. اليوم اللي تقنع الطفل أنه يقعد نص ساعة ولا 40 دقيقة أمام التلفزيون لأنه فعلا حصل على اللي يشده أو يجذبه، يمكن صح. هذه النقطة الصعبة. أما في أمور إعلامية وفنية تقنية دقيقة فالأمر يبدو أسهل، لذلك إحنا نتمنى أن احنا نشهد عودة جميلة. وخصوصا يونس لما تكلمت عن بابا ياسين، احنا نذكر ذيك الأيام لما يعني كان داخل كل بيت بحريني صح بالضبط. وكان أب لكل طفل بحريني، يعني هذه ذكريات صعبة النسي في الوقت اللي احنا يمكن السبل الترفيهية قليلة جدا بالضبط. كنا نستمتع ونلقى الهدف ونقعد قدام التلفزيون لساعة أو أكثر لأن احنا نبي نشوف شيء فعلا شدنا وناخذ الفائدة منه بالضبط. احنا بنكمل معاكم بإذن الله تعالى متابعين الكرام الحوار عن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بعد ما ناخذ اتصال محمد الحميدي. مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالنور وبسرور بسعيد، واختي نايلة والطاقم الجميل، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور. مرحبا ومسهلا. ومتكلم عليك يا ابو سعيد وتقول لك، قلت له هي ما ترى ابو سعيد يقول عني انا 7G، قالت هي ما ترى ما ابي نطلق ابو سعيد يحبك من كذي من محبته لك يقول لك 7G. والله يا الحميدي ما تحب الا اللي يحبك، وسلامي خاص للوالده وبوس على راسها. الله يسلمك يطول بعمرك يا ابو سعيد، وعشان ما نطيل عليكم الموضوع جميل جدا، وانا احب بس ممكن اقول المسلسل اللي كان يشدني وايد نعم. طبعا جراندايزر هذه كان حلم كل طفل في جيلنا. وانا بنقول كم عمرنا عشان الناس ما تاخذ علينا الفخر اللي انت مسويه ابو سعيد، لكن بقول عن مسلسل ثاني بعد كنت اتابعه نعم. اللي هو حكايات عالميه، مسلسل جميل يوديك يعلمك ثقافات الشعوب، يوديك مثلا روايه عن مثلا في فرنسا يعلمك الفرسان شلون، او في المانيا او ايطاليا، بعدين يطلعك يوديك الياباني يرويك مثلا شلون الإنسان الياباني كان يعيش ذاك الزمن. طبعاً حكايات عالمية ترى يا أبو سعيد نفس ما تفضلت من السبعينات هو طبعاً صحيح. يمكن أنتجوه في سنة 76 نعم. الحلو فيه إنه هو يبث رسائل جميلة تزرع فيك قيم، تزرع فيك يعني مبادئ وأخلاق، واللي كان أجمل من ذي الدبلجة الجميلة اللي سووها مؤسسة البرامج المشترك. الدبلجة جميلة علمتنا أساسيات اللغة العربية، مخارج الحروف، الفرق بين الضاد والضاد. يعني كان شيء من وقت يعني من وقت واحنا صغار كنا وقت نروح تحفيظ غرقان طبعا فكان مو بشيء غريب علينا لما نسمع المخارج الحروف والالقاء اللي يسوونه. طبعا هو مسلسل حكايات عالميه ياباني ولكن دبلجت مؤسسه البرامج المشترك، اخوانهم جزاهم الله خير في الكويت ما قصروا نعم. هذه احد الاعمال اللي انا صراحه يعني للحين باقي في الذاكره، الحصان الابيض، بحيره البجع، الله وهل ما جرى يعني نتمنى ان تعود هذه البحرين الاول مو مقصره يعني شد على يدهم صراحة. بني عليها بني سلمك الله بني عليهم ما يقصرون ربعنا. شكرا لك ولاتصالك يا محمد. الله يحفظك. اهلا وسهلا. نقطه جميله يمكن ذكرها محمد بعيد عن القيم اللي احنا تكلمنا عنها، ويمكن احنا نبي نوصل للقيم اللي كانت موجوده داخل المسلسلات الكرتونيه، الشجاعه، الامانه،
المصداقية، حب الخير، الواحد ما يقبل على عمل مضر للآخرين، يكون عنده النوايا السيئة. كان كثير قيم حقيقة في المسلسلات الكرتونية، لكن نقطة اللغة العربية اللي طرحها محمد، الأسلوب واللغة والمخارج، هذه فعلا كانت موجودة جدا، وصلت عندنا اللغة وخلقت عندنا الفضول أن احنا نتبحر ونكتشف أكثر في اللغة العربية. أبسط مثال ودليل أن كنا نحفظ، يعني صحيح. نشوف الحلقة نحفظ، هذا شيء طيب. احنا عندنا العيال الصغار، انا الحين ولد اختي بوتركي سنتين عمره، بوتركي مشهور على فكره من سناب يونس، نعلمه يعني نحاول ما شاء الله عليه يلقط وفطين، بس نحاول نعلمه يحفظ يحفظ. فيعني مره انجليزي عربي صوبي طالعه شغل له عرضه هاللون اختص بوتركي عم عين الحريم، يعني حلو ايه شغل العرضات شويه، هل ندخله بالفنون الشعبيه؟ لا شويه في البيت انجليزي صوبي، يعني اذا ركب السياره معاي نخصص الاسبوع الجاي حق اللغه العربيه شويه ان شاء الله، ركز على اغاني المسلسلات القديمه اللي كانت في تتر البدايه، هذه فيها مكسب من الكلمات باللغه العربيه. بنرجع ان شاء الله حق تتر بعض المقدمات، ولكن بعد فقره الذهب ذهب. مصطفى محمد مرهون شاب بحريني لمع اسمه كأحد أهم وأبرز أبطال رياضة الدفاع عن النفس، لما حققه في مشواره الرياضي من إنجازات محلية وخليجية عربية وإقليمية ودولية عالية جدا. تميز مصطفى في عالم رياضة الدفاع عن النفس لما يمتلكه من مقومات اللاعب المتكامل من قدرة فنية وبدنية خارقة، كذلك نجومية فريدة من نوعها جعلته يتفوق بشكل رهيب وخطير على مجموعة من المقاتلين في آن واحد. أهم الإنجازات اللي حققها مصطفى وسط المشاركات الدولية الواسعة، إحرازه المركز الأول بجدارة واستحقاق في مشاركته ضمن منافسات بطولة الفلبين الدولية الأولى للعبة كيوكوشين كاراتي، حيث حقق بفوزه اللقب العالمي في أقوى بطولة شرق آسيا. في عام 2010 حقق المركز الأول بمشاركته في بطولة البحرين المحلية، حصل على الميدالية الفضية في وزن تحت 90 كيلوغرام في بطولة آسيا للأوزان بالكويت عام 2018. حياكم الله متابعين الكرام، ننتقل أيضا من بعض إلى بعض الأعمال اللي ترجمتها ودبلجتها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. عندنا بومبو مغامرات توم وسوير، عندنا عدنان ولينا تكلمنا عنه قبل شوي، عندنا جازورا، لوسي، فلونا، يمكن من الأعمال اللي تم ترجمتها. عندنا أيضا الحوت الأبيض، ومثل ما ذكر الحميدي حكايات عالمية. على فكرة يمكن المقدمة الخيالية على السريع، كانت في عدنان ولينا يتكلموا عن مقدمة خيالية، يتكلموا عن عام 2008 صار حدث معين، وهما عقب 20 سنة صار حدث آخر معين، فهما الطريقة التخيلية عندهم أن عيشون من ذيك الفترة في السبعينات عام 2028، تخيلي حلو شيء طيب، يعني من السبعينات قفزوا 50 سنة جدا. ومقدمة عدنان ولينا مقدمة ما تنسي صراحة، حتى الصوت بعد شوية نحاول نسوي سيرش نطلع مثل هذه التفاصيل الصغيرة بالنسبة لتتر بعض المسلسلات الكرتونية اللي فعلا كانت قريبة من القلب وتركت أثر كذي، خلنا نقول في قيمتها، مو بس تفاصيل المسلسل وإنما حتى بالنسبة للأغاني في بداية المسلسل الكرتوني. تابعينا الكرام، بعد الفاصل راح نتواصل معكم، خلكم معانا وثبت الموجة، وأيضا مشاهدينا الكرام. هاي دبل لايك، أهلين سيري، تدري شنو الجديد؟ What do you mean؟ أخذ الأبديت برنامجنا من الأحد إلى الخميس الساعة 5 للساعة 7 على الإذاعة الشبابية وبحرين FM. Amazing. وانتوا بعد انتظرونا. Double like.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومجددا مسي بالخير على كل من يسمعنا ويشوفنا عبر شاشة تلفزيون البحرين، ومتواصلين في حلقة جديدة من دبل لايك. ونرجع نذكر يونس بموضوعنا، احنا نتحدث اليوم عن القيم المكتسبة وجميع المبادئ الموجودة داخل المسلسلات الكرتونية، وتحديدا قديما وليس الآن، وما الفارق بين ما يعرض الآن من محتوى للأطفال ويعتبر محتوى ترفيهي وما عرض سابقا في السنوات. أنا بشير حق نقطة مقدمة عهد الأصدقاء. يعني شوف الكلام، حلمنا نهار، حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل. يا كلام سلام. جميل. وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا لكي ننسى ألما عشناه، نستسلم لكن ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا، بيننا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقيق إن قال فعل. جميل، شو الكلام؟ جميل جدا. يعني هذا إضافة إلى أن اللحن كان في قمة الروعة، شيء لحن هادي بسيط جدا. كنت بغني أنا، باتهور شوية. الكلمات يمكن ما فيها تكلف، صح، ولا حتى اللحن فيه تكلف، ولكن يؤدي الغرض فيما يخص ترجمة المحتوى داخل هذا المسلسل. يعني دائما لما تشوف المسلسل للنهاية تبتدي شوي شوي توضح عندك رؤية الكلمات للأغنية اللي في البداية. بالضبط، كان تتر البداية مميز، حتى اللقطات يعني كانوا يالسين شي فوق سطح، ما يعني بيوتهم حلوة. أنت ذاكر التفاصيل ولا عشان كنت تشوفها على اليوتيوب؟ لا لا، أنا أذكر التفاصيل، لأن أنا كان وقتها اليالسة اللي كانوا يالسين، اللي بيشوف الحين بيرجع بيشوف اليالسة اللي هم الرابع روميو ورابع يالسين فوق كلهم يا بعض. فهاي إحنا يعني الأول كنا مسي بالخير على أم محمد، أكيد تابع أم محمد. الأول السطح عامر يا أم محمد. أي الله يسعد مساك يا أم محمد. الأول السطح عامر، شو نسوي؟ أنا نتصل تعطينا التفاصيل. أم محمد عندها رقم تلفون، تأكدين متصلة، تقولي شو رأيك في الرقم؟ يا زت لي بس يدتي طبعا. فكنا نروح على السطح ونجلس اليالسة دي نفسها، يعني بس ما كنا على الحافة لا. فنودي الزل ونحط لنا الشاي والقهوة، ونجلس دي أنا وعيال خالتي والرابع شيء في الفريج الأول. يعني فكان السطح ذي دلالة عندي، يعني ما زالت الذكرى مرتبطة في عندك صورة ذهنية، وكأن صح الموضوع مرتبط في عهد الأصدقاء. أي أيوة والله حلو جدا، وايد حلو. يمكن احنا نحمل العديد من الذكريات فيما يخص المسلسلات الكرتونية. أنا تحديدا يمكن يونس قلت لك عندي الذاكرة مرتبطة في توم سوير. أي. بس أنت ما شاء الله عليك ذاكر التفاصيل، أنا مو وايد يعني أذكر تفاصيل. يمكن أكثر شيء يثبت في ذهني أغاني المسلسلات الكرتونية، ولكن ممكن الواحد كذي يرجع يحيي ذاكرته ويشوفهم من جديد، دام موجودين نرجع نشوفهم. توم سوير لازم تشوفين الحلقات كلها. إيه توم سوير عجيب، خصوصا ياسمين كنتي من أهل توم سوير. خاف من إنجنجو، كانت تخاف من إنجنجو. لأن ياسمين قاعدة تأشر لي مأيد الموقف. هذه إنجنجو مسوي رعب الأول لنا، يعني أنا كنت أترياه، ما يطلعونه وايد. يعني حتى شكله شيء مسوينا شخصية كذي تخوف. أنا أذكر حلقة المحاكمة، شوفي أذكر التفاصيل. يبون إنجنجو يجي في المحاكمة. عاد شوفوا التفاصيل. لا ما شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله ما أحسدك، بس برافو عليك إنك ذاكر تفاصيل. على فكرة هذا المفقود اليوم، إحنا إذا نطالع بعض المسلسلات في هالفترة، إذا الشخصية طيبة أو شريرة يكون التايب الخارجي اللي أنت تشوفه للشخصية شرير، بينما قبل كان الطيب طيب، يعني خلاص الصورة واضحة أن هذا طيب، وصورة واضحة أن الشخصية الثانية والله شريرة. خلينا نأخذ محمد ونشوف شنو رأيه بالموضوع. مساك الله بالخير محمد. مساكم الله بالنور، الله يعني يحييكم على هذا البرنامج الجميل. أستاذ نيلة يونس يعطيكم ألف عافية صراحة على مجهودكم في البرنامج، ولفريق الإعداد أعطيهم تحية بعد على هاي الاختيار الجميل للمواضيع. مرحبا فيك يا محمد، خصوصا موضوع اليوم. يعني نعم، إحنا يعني إذا بنتكلم عن أجيال الكرتون والإنمي اللي ظهر حاليا، الإنمي اللي هو المصدر من اليابان، فإحنا نشوف الفرق بين الماضي والحاضر، بين الأشياء القديمة وبين الأشياء الجديدة، ونعرف إن إحنا شنو كانت القيم اللي إحنا نتعلمها واللي نسمعها واللي نتابعها في 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 ما بين السطور المسلسل أو ما بين كلمات الأغاني. نعم. يعني من كان ينسى مثل ما قال أستاذ يونس،
اللي هو عن عهد الأصدقاء أو لما نتكلم عن 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 ريمي وقصة إنسانية جميلة جدا أو 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 تالي من ينسى لا اللي هو الكرة الملتهبة وكابتن ماجد الأشياء الرياضية اللي كانت تحفز الشباب القديم حق الرياضة والممارسات الصحية. فهاي كانت يعني أشياء تأثر فينا. من ينسى موكلي الإنسان اللي عاش بين الحيوانات وتعايش معاها وكان منهم وفيهم واللي كان يقول إنه في الغابة مثل ما ذكرت الأغنية لما كان يقول في الغابة قانون يسري في كل مكان قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا نكران. هذه الخاتمة إن الكل متفهم بعض الكل حاب بعض الكل متعاون مع بعض. نعم القيمة موجودة داخل هذه الكلمات. بالضبط نعم. هذه قيم جميلة كنا نعيش عليها كنا نحبها يعني ما 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 يعني ما كان فيها تكلف أو صعوبة أو 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 إن ما توصل الرسالة. بالعكس يعني حتى من أصغر شخص مثلا في الإدراك في الفترة في الروضة خلينا نقول اللي عمره 3-4 سنوات لما يتعلم الكلام ويفهم الكلام يدرك هاي الأمور بسرعة لأنه كان سلس وسهل ويوصل للقلب لأنه طالع من القلب. صحيح. احنا نشكر لك اتصالك الثري حقيقة بالذكريات فيما يخص الطفولة. شكرا لك محمد ولاتصالك ورايك في موضوع اليوم. كابتن ماجد طرى علي مسلسل يخص بالشباب ولكن انا شفته. شفتي؟ شفته كابتن ماجد. عاد احنا اللي شنو اللي معلق معانا؟ اللي معلق معانا انه يعلقوننا احنا بيسجل جول السيد الفاضل وهو متعلق فوق فوق خلص اي واحنا نبي نقلده يوم ثاني. شلون بتقال ده سيد الفاضل عليك كنا صغار لا على فكرة الهدف كان يوقف بين حلقة وحلقة يعني الواحد ينتظر شوف الحين بيجيب الهدف بالحلقة الجاية ولا ما راح يجيبه. كل ذي في كوم ولما الكورة توصل الشبك تفتر في الشبك 43 دقيقة. خلاص يا المخرج يا أخوي خلاص بحركة بطيئة كذي تفتر على إحنا بنسويها يوم ثاني شنو الكورة نشيرها في 90 شي تتم فوق هذه ولا ريفالدو بعد يسويها. يمكن طلال السردي يطلع من موضوع التكنولوجيا ويعطينا الخطة. طلال على فكرة عنده خبايا وايد فيما يخص الرياضة ممكن نستفيد منه في هالموضوع. ايش رايك نقول له يحضر لنا؟ نروح معاكم شير مع طلال السردي ونرجع نكمل. شير مع طلال السردي. مساكم الله بالخير. قاعد علماء التسويق وعلماء النفس وعلماء الاجتماع مع بعض وقاعدوا يفكرون بالضبط شنو اللحظة اللي تخلي الإنسان يشتري وشنو هذه الرحلة اللي يمر فيها المشتري يتحول من زبون إلى عميل. فوجدوا أن المشتري هذا يمر في مراحل وحددوا هذه المراحل. أول شيء الوعي بالعلامة التجارية أنه شاف المنتج وعرف أن هذا المنتج ممكن يحل مشكلة. بعدين صار عنده الاهتمام في هذا المنتج وبعدها عملية البحث والاعتبار. بعدين تصير عندك عملية الشراء ومن بعد عملية الشراء هي كسب الولاء أنه يروح يشتري من نفس المحل ما يروح محل ثاني. يعني خلنا أبسط لك إياها بمثال. أنت قررت تشتري سيارة لكن يوم قاعد تلف في مواقع التواصل الاجتماعي ماخذ جولة سياحية على المنصات كلها فشفت أن سيارة مثلا خلنا نقول تويوتا كامري هني شفت المميزات الموجودة في السيارة وأنها اقتصادية والأشياء هذه. فبعدين صار عندك أنت في مرحلة الوعي فقلت أوكي أنا خلاص شكلي بشتري هذه السيارة لكن خلنا نتعرف عليها أكثر. فرحت معارض السيارات شفت السيارة وشفت شنو الألوان المتاحة الموجودة وشنو مميزاتها أكثر. فهني صار عندك أنت في مرحلة البحث. المرحلة هذه تصير في أنك تدور أحسن العروض. طلعت من معرض السيارات وانت رايح للبيت طلعت يمينك ويسارك شفت كل سيارات عبارة عن تويوتا كامري فتسأل نفسك تقول معقولة فيها الكثر تويوتا كامري في البحرين. عقلك اللاواعي انت في المرحلة هذه ما خلاك لتشوف هذه النوعية من السيارات وهذه أحسن مرحلة لأصحاب البزنس أن يقنعون الزبون في منتجاتهم. لذلك احنا في التسويق الرقمي احنا تقدر تعرف بالضبط وين الزبون واقف في أي مرحلة. للأسف التسويق التقليدي إذا كان عندك إعلان في الشارع ولا كان عندك إعلان مثلا ورقي
ما تقدر تعرف بالضبط الزبون واقف في أي مرحلة. من بعدين تتم عملية الشراء، وبعدين يحاول صاحب البزنس إنه يخليك يكسبك عنده وما تروح تشتري من أحد ثاني. مثلاً يقولك والله إذا اشتريت من عندي ترى بعطيك 50% تخفيض على قطع الغيار أو الصيانة. فهذه العملية لكسب ولائك مرة ومرتين وثلاثة. فإحنا شفنا الحين رحلة العميل، أغلبنا كلنا يمر في نفس هذه المراحل مع اختلاف الخدمات والمنتجات، لكن في التسويق الرقمي أنت بالضبط بتعرف كونك صاحب بزنس، بتعرف الزبون وين واقف، هل هو في مرحلة الوعي ولا هو في مرحلة مثلاً البحث، وبتعرف إذا هو في مرحلة البحث ليش واقف هنا، ممكن تطلع له دعايات أكثر عشان تحفزه يروح للمرحلة اللي بعدها ويشتري من عندك. يعطيكم العافية. وقت ما حبيت تشارك على دبل لايك، عطنا كول على رقم 17 4 4 5 6 مع يونس العيد ونيلة الرويعي. دبل لايك. مساكم الله بالخير والسعادة والرضا والعافية، ما زلنا متواصلين معاكم وحياكم الله على 17 4 4 5 6. ناخذ اتصال مروة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي يونس، شلونك؟ سلمك طول بعمرك اختي نيلة. يا هلا ومرحبا، يسعد مساك يا مروة. الله يسلمكم، موضوعكم وايد حلو صراحة. تفضلي يا مروة. الله يسلمك، بس كان ودي اشارككم ذكرياتي حق مسلسلات الكرتون. نعم. أنا وايد كان ارتباطي بالمسلسل الكرتوني عدنان ولينا. الوالدة الله يحفظها دائما تقول لي من كنتي صغيرة وإحنا نحط لك عدنان ولينا، من كنتي عمرك سنة تقريبا. تحسين عدنان ولينا هو الأقرب لقلبك؟ جدا أختي نيلة، ما تتخيلي حالي ما الحين يعني في هالعمر، ما بقولكم عمري. ذاكرة الكلمات الأغنية بالبداية مروة؟ ولا؟ لا، أكثر شيء اللي هو المشاهد أذكرها أكثر شيء، ما يعني الحوار مثلاً نسمع ساعات أحياناً أنا وإخواني. ما تذكرين جماعتهم أماني؟ أماني حلوة. بس الحوارات أكثر. شكراً لك يا ولي حاجة الحين أجا حاسة بروحي بالسترس. دائماً أشوف الكرتون أحس شيء بريليف يعني، ما أعرف حلو، ما زلت يعني. تشوفين يعني وايد حلو. ما زلت. شكرا لك يا مروة ولاتصالك عدنان ولينا. أتوقع كنا مجموعة كبيرة تتفق على عدنان ولينا والفئتين من البنات والشباب يشوفونه. روح لاتصال آخر. مسي عليك بالخير بدر، يا هلا ومرحبا. هلا بشخت نيلة، هلا خيون، شلونكم؟ الله يسعد مساك، يا هلا ومرحبا، شلونك يا بدر؟ الحمد لله بخير، انتو شلونكم؟ شخباركم؟ طيبين طيب حالك. والبحرين الجميلة شلونها؟ البحرين والله تسأل عنكم، إن شاء الله من بعد هالجائحة ترجعون وتزورونا إن شاء الله يا رب. يا هلا ومرحبا فيك يا بدر وبهل الكويت كلهم، تفضل. كان من الأمور اللي تعجبني قبل وأنا صغير، أنا مواليد 75، ما استحي من عمري، العمر كله إن شاء الله. الله يسلمكم. جراندايزر. مرتبط فينا كان يونس للحين ما انولد في ذاك الوقت. هو سلمك الله يعني، هو ما انولد بس شفته عقب. يعني يمكن جراندايزر، بعدين كبرنا عاد بدت تطلع عاد سالي بعد فلونه، هايدي قبلهم. يعني هذيل كنا نشوفهم بعد ما نتغدى ونكتب الواجبات، كانوا يحطونهم ريميات يات عقبهم، ريميات عقب فلونه، ولا كنا قبل ريمي؟ لا، كان قبلهم فاندي بيل، أنا متذكر. أي الأعداد عندنا يقولون بعد ريمي كان في منه نسختين. ريمي كان في نسختين، بس أول نسخة طلع في حكايات عالمية، قصة واحدة في سلسلة كذي ريمي. صحيح. بعدين طلع مسلسل بعد كامل بالتسعينات، بس على حلقات، بس ما كان ياخذ مثل القلب مثل اللي انا ذكرتش في البدايه جراندايزر. بعدين طلع هايدي، بعدين سلونه، بعدين سالي، وقبلهم قبلهم قبلهم في زمن جراندايزر كان ساندي بيل. حلو. زين، وسط هالمجموعه نقدر نقول مثل ما قلت جراندايزر هو الاقرب، ليش الاقرب؟ شو الشيء اللي تركه في ذاكرتك بدر؟
شوف ذاك الوقت يوم طلع كنا احنا في اوائل الثمانينات او اخر السبعينات يعني كنا صغار كنا بالفريج العموم فاسخ ثوبه ورابطه على رقبته ويطير مثل سوبر مان جرندايزر والعموم جرندايزر هي الشيطانه جرندايزر تالي مجرد ما نشوفه طول ما انت قاعد تشوفينه انت كطفله متاثره بتالي واللي قاعد تسوي فيها الانيميشن يعني عرفت ايش كذي يعني طول المسلسل كطفله قاعد تبكين على الاحداث اللي قاعد تصير. صحيح صحيح. شكرا لك ولاتصالك يا بدر, حياك الله. نشكر دائما وابدا متابعنا متابعي اذاعه البحرين وتلفزيون مملكه البحرين بدر الدخيل من دوله الكويت. ننتقل معاكم الى فقره تيم بحرين. تيم بحرين. سيستر خلود, كل كلمات الشكر والثناء والمدح لا تفي حقك ولا توصل الصورة الأشمل لجهودك المبذولة في سبيل خدمة الوطن والمواطن. إنما لفريق قاعة أربعة من صيت ذائع وسمعة حسنة بكونه من أكثر الفرق التزاما وجدا في العمل, ما هو إلا نتاج قيادتك الفذة والحكيمة لنا. شكرا لكونك شخصا مقداما وخير صانع قرار في أكثر الأوقات أوقات قساوة. أنت قدوتي لكونك تحملين كل معاني التطوع السامية, وبالطبع كلنا فداء للوطن. متواصلين ومستمرين معكم في دبل لايك وحلقة جديدة اليوم نتكلم فيها عن المسلسلات الكرتونية, وحقيقة الحديث يطول عن ذكريات الطفولة فيما يخص الكرتون, ولذلك اليوم الوقت مشى والله وما حسينا والله بسرعة جدا. نمدد نمدد أستاذ حسن أبو فارس نمدد ناخذ اتصال منى. مرحبا مساء الخير. مساء النور. هاي منى شلونك؟ هلا ومرحبا وحياك الله. شلونك؟ يا هلا ومرحبا فيك يا منى, الله يسعد مساك. اهلا وسهلا بكم ان شاء الله. مسي على الطاقم كله ومخلصنا حمد بوقيس. يا هلا ومرحبا فيك يا منى. اهلا. بخصوص هاي الكرتون, نعم انا ما اتذكر قعدت حق كرتون اشوف يعني بس صراحه تمنجيري يعني الكل يشوفه ولحد الان. صحيح. فبالنسبة لك ما في أي خلنا نقول مسلسل كرتوني الأقرب لك أو حتى ذكريات مرتبطة بمسلسل كرتوني معين؟ يعني ما أتذكر روحي قعدت وتابعت كرتون يعني ما أتذكر بس توم جيري صراحة. إيه نعم توم جيري كان ولا زال. إيه أتذكر بومبو بلا بومبو شفتها. نعم بومبو شفتها يعني بومبو هذه لعبتي. شكرا لك يا منى وشكرا لاتصالك. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال غدير. مرحبا مساك الله بالخير. اهلا مساك الله بالنور. اخبارك طيبين؟ الله يبارك فيك. حيا الله غدير. خبرينا على المسلسلات الكرتونيه والذكريات الجميله المرتبطه فيها. والله صراحه انا كنت مدمنه هاي المسلسلات يعني انا من جيل الثمانينات كان ادمان يعني هاي المسلسلات كنت اقعد عليها من بعد دوام ندرسه غير ما خلاص يعني ما يكون في اي كرتون ثاني. بومبو, جازورا, عهد الاصدقاء, سالي, ليدي, بعد شنو وايد وايد كان في يعني حتى بعضهم يعني لازلت حاليا اطالعهم بين فتره والثانيه. حلو. عندي ذكريات جميله معاهم مع الاغاني مع كلمات الاغاني يعني اتذكرها دائما في مواقف معينه في حياتي خصوصا عهد الاصدقاء وكلمات الاغنية جدا جميله يعني الواحد يتذكرها ويتفائل يعني ما ادري اذا هاي الكلمات يعني يتذكرها جيل الثمانينات اتوقع بس يعني او التسعينات. نعم احنا ذكرناها من شوي والله غدير كلمات جدا جميله ومميزه. ايوه تهدينا الحياه اضواء في اخر النفق تدعونا كي ننسى الم العشاق يعني جدا فعلا فعلا كلمات تبعث في نفس الواحد الامل. شكرا لك. أيوة. يا غدير وشكرا لاتصالك. اهلا وسهلا. شكرا حق غدير. قبل ما ننتقل معاكم متابعين الكرام حق الدروس اللي تعلمناها من مشاهده مسلسلات الكرتون احنا اكيد نمسي بالخير على أستاذنا الأستاذ عيسى المقهوي رئيس قناة البحرين الأول. هذه القناة أتت مكملة لجهود وزارة شؤون الإعلام أولا في
إعادة وإحياء التراث البحريني أولاً، ثانياً الارتباط الجميل بالماضي متخذا من خلال هذا الارتباط مجموعة من القيم اللي احنا نتذكرها بين الحين والآخر، مع امتداد سلسلة البرامج اللي تقدمها وزارة شؤون الإعلام بالإضافة إلى إذاعة البحرين. يمكن إذاعة البحرين البرنامج العام 102.3 تلقون فيها العديد من البرامج المميزة اللي تربطنا بالأول وترجعنا، يعني ساعة في مكتبة الإذاعة هذه برنامج جدا جميل. نعم صحيح. يعني يمر عليكم متابعين الكرام ساعة في مكتبة الإذاعة يوديك حق الثمانينات وراجعك التسعينات، وديك حق بداية الألفية الثانية، ويسامعك مجموعة من المذيعين اللي توفاهم الله سبحانه وتعالى واللي ما زالوا موجودين ويعتبرون مدارس وأساتذة. لذلك الباقة اللي تقدمها وزارة شؤون الإعلام من خلال قناة البحرين الأول ومن خلال قناة البحرين الأولى أيضا ومن خلال إذاعة البحرين 102.3 FM وباقي الموجات، هي علاقة ترابطية كلها ننتقل فيها من برامج إلى برامج ومن حقبة إلى حقبة. نعم، والبحرين الأول من القنوات اللي نشهد لهم مو بس في ما يخص المسلسلات الكرتونية وإنما حتى بالنسبة للبرامج القديمة يونس، وبرامج ثقافية برامج غنائية يتم إعادة عرضها، وحتى بالنسبة للمسلسلات الدرامية. بالنسبة لي البحرين الأول لما حط عليها يا أما ترجعني ذكريات وراء أو تخليني أشوف جانب يمكن ما شفته وما لحقت عليه في سنوات سابقة وقديمة جدا. أنا فتحت تويتر أمس، جميلة جدا التعليقات على قناة البحرين الأول. صحيح. فتح تويتر وأنا أيضا أحيي الأستاذ عيسى المقهوي، ترى متفاعل مع متابعينا من خلال الردود، دائما يسألون متى بينعرض المسلسل الفلاني ويعلقون والذكريات وارتباط قناة البحرين حتى في فترة التسعينات مع الدمام والشرقية وذكريات إخواننا ومتابعينا حتى يا سعادة الأمهات، ترى فئة كبيرة شافوا نفسهم وهم أطفال بالضبط على شاشة بحرين الأول، وأنا أتوقع هذا شعور يعني جميل جدا نشوف لك مقابلة قديمة ولا مقطع كذي في مسابقة وهم الحين صاروا أمهات وجدات. أو بالإشارة إلى تويتر وتفاعل عيسى المقهوي، أنا أحيي أيضا المشاهدين من المملكة العربية السعودية متفاعلين جدا يعني مع كل ما يعرض، ودائما وأبدا الارتباط بالهوية والارتباط بالماضي هو ارتباط متجدد وحاضر، ولكن الذكريات الجميلة دائما وأبدا تكون لها محطات ذكرى مثل ما ذكرت نيلة، يعني نشوف أبهاتنا والأمهاتنا طلعوا في مسلسل ولا طلعوا مثلا في تغطية تلفزيونية فترجع الذكريات مرة أخرى. نعم. لهم. نعم صراحة يعني الموضوع اليوم فيه تفاصيل عديدة، ممكن نسوي له جزء ثاني كذي ونكمل على الباقي. ما تكلمنا في التفاصيل قبل شوي، كنت أسولف حق يونس عن ريمي وأقول له هي من الأغاني يمكن اللي كلمات المقدمة أثرت فيني، تقول أغنية ريمي مررتي بخاطري فكرة عبرتي ظلت الذكرى، نسيتي الحزن شوقا للغد الأفضل، دروب قد قطعتيها أفينا البعد أنفيها. الله جميلة جدا. السلام. لا لا ينافسونا ينافسونا، بنرجع إن شاء الله بنكتب هالمقدمات بإذن الله تعالى. إن شاء الله. والله إحنا الأمانة يمكن نشكر فريق الإعداد، ما تطرقنا حق العديد من المحاور. صحيح. المميزة، ولكن الحديث دائما وأبدا في هذه المواضيع يكون عفوي. وصلنا معاكم إلى الختام، وتقبلوا تحيات الذكريات في هذه الحلقة من برنامج دبل لايك، وأكيد تقبلوا تحياتي من داخل الاستديو، تحيات نيلة الرويعي ويونس العيد. المبدعين من الأعداد ياسمين مفيد، نور القاسمي، وهي الأنصاري. تقبلوا تحيات فريق الإخراج الإذاعي، تحيات حمر بوغيس برفقة فاطمة جنبر. الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي، يحييكم في أمان الله. مع السلامة.